الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، وقفات إن شاء الله قصيرة مع قوله تعالى في الآية: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذه الآية أولا ضرب الله تعالى فيها مثلا، والأمثال في القرآن كثيرة جدا، وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وسبحان الله، أغلب الأمثال التي وردت في القرآن تتكلم عن تقرير التوحيد. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. وغير ذلك من الأمثال المضروبة في القرآن. فهنا قال: وضرب الله مثلا قرية. ربنا سبحانه وتعالى ضرب مثل كانت، أي هذه القرية آمنة، هذه نعمة أولى، مطمئنة، هذه نعمة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وهذه نعمة ثالثة. لاحظ، نعم تترى تنزل على هذه القرية، والنعمة تنزل من السماء، والرزق من السماء ويخرج من الأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. الخير والبركة تنزل على الناس من السماء وتخرج من الأرض، أي تخرج هذه الأرض ما عندها من الكنوز وما فيها من الخيرات. فلاحظ هنا النعم التي كانت عند هذه القرية: نعمة الأمن، وهذه من أعظم النعم، لذلك قال تبارك وتعالى: لإيلاف قريش. وهذه الصورة جاءت بعد صورة الفيل: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم بيت الله تبارك وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى فعل بهم وفعل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل تحمل حجارة من سجيل قتلتهم فجعلتهم كعصف مأكول، يعني زي الثمرة المأكول نصها. بعد الصورة دي ربنا قال: لإيلافي، أي قتل الله تبارك وتعالى أصحاب الفيل الذين أرادوا تخريب الكعبة، ربنا قتلهم من أجل ماذا؟ قال: لإيلاف قريش، أي من أجل ألفة قريش. هذه نعمة لهم،
لإيلاف قريش، ربنا فعل بأصحاب الفيل ما فعل، قال إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. عندهم رحلة الشتاء إلى الشام، أو رحلة الشتاء إلى اليمن، ورحلة الصيف إلى الشام، أو العكس، رحلة الشتاء والصيف، رحلة التجارة، لأن التجارة لا تقوم إلا على الأمان. انتبهوا لهذا. وأنا أردت من الكلام عن هذه الآية بالذات، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أردت من ذلك الإشارة إلى منهج أهل السنة والجماعة في الإصلاح والتغيير، لأن الدنيا اليوم كلها تنادي وتدندن وتصيح ويرفع من يستحق ومن لا يستحق عقيرته بالكلام عن قضية الإصلاح والتغيير. الكل يشتكي ويتباكى، البلد حاصل فيها، الأمة الإسلامية يجري فيها، الناس يتباكوا على القدس وعلى المسجد الأقصى، غيرهم يتباكوا على السودان وعلى غيره، اللي بيرى إنه الإصلاح في إزالة الحكام أو في تغيير النظام أو في الإصلاح في غير ذلك من الأمور. من خلال هذه الآيات نعرف كيف منهج أهل السنة في الإصلاح والتغيير. التغيير ده بيحصل كيف؟ فمن هنا في هذه الآية نعرف إنه أصلاً التغيير من الخير إلى الشر كيف ذاته؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك، انتبه، قال ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معنى هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم على قرية أو على مكان أو على شخص لحاله أو على أسرة من الأسر أو على مجتمع من المجتمعات، أنعم عليه بنعمة أمن أو صحة أو أرزاق أو عافية أو علم أو مكان طيب أو رزق حسن، ربنا ما بيغير نعمته على عبده حتى يغير ذلك العبد ما كان عنده من الطاعة إلى المعصية. هذا معنى الآية، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. ربنا لو أداك أي نعمة من النعم ما بغير حتى يغير الإنسان ما في نفسه من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا لاحظ القرية دي بدلت شنو؟ قال كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا، كمان ما رزق بسيط ولا قليل، لا، رزق رغد يعني كثير وخير وفير، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، يعني عن من أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم، أرزاق دارة، خير كثير. قال فكفرت بأنعم الله، النعمة اللي جابها الله دي واللي ذكر لنا بعضها في الآية من نعمة الأمان ومن نعمة الرزق، فكفرت بأنعم الله، كيف تكفر القرية بنعمة الله؟ أولا أن تنسب هذه النعمة لغير الله جل وعلا، وده الموجود الآن في عقائد الصوفية وفي أشعارهم وفي عباداتهم وفي أقوالهم وفي كتبهم المنتشرة اليوم في مكتباتنا وأسواقنا. لما تسأل عن أي شيء يقول لك ده كله من السادة بتاعنا. قال أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي، قال وألهس عطشانا وقد فاض بحركم، قال فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم، أليس هذا كفرا لنعمة الله؟
هذا مو كفر لنعمة الله، والله هو الرزاق. لذلك لما ذكر جل وعلا في صورة الأنعام نعما، في صورة النحل نعما، حتى سماها العلامة ابن كثير صورة النعم، قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، البيوت اللي تسكن فيها انت بيوت بتحميك من الشرور، تحميك من الأمطار، من الحر، من البرد، من الأذى، من العدو. من بيوتكم سكنا ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا من الأشجار ومن غيرها، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم. والآيات تمشي ويذكر في النعم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. إلى أن قال، شوف بعد ما جاب نعمه قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. هذا الكفر بنعمة الله. لما ينعم ربنا وتنسب النعمة للشيوخ، المطر بنزل الشيخ بكل بجاحة ووقاحة يجي يتكلم يقول المطر يجيب الشيخ، هذا كفر لنعمة الله تبارك وتعالى. ربنا بعدية قال يعرفون نعمة الله، يعرفوها، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذه نعمة الله سبحانه وتعالى، ما في العباد من الخير من نعمة الله تبارك وتعالى، لكن النتيجة شنو؟ يعرف نعمة الله ثم ينكروها، ثم ينسبوها للشيوخ بتاع النوم والآلهة والأنداد التي لم تخلق شيئا. قال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تبارك وتعالى في آية سورة الفرقان قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ده ينسب له نعمة من الله، كيف يعني نعمة الله ينسبها لزوج زي ده كيف؟ وبالتالي قال تبارك وتعالى في الآية قال فكفرت بأنعم الله، النتيجة شنو يا أخواننا؟ عشان كده نحن بنقول بصراحة أي زول دار إصلاح وتغيير ودار يغير البلد نقول أرجع القرآن، سيبنا من التنظير بتاع التلفزيون، برنامج ساعة ونص، ستة كرافتات قاعدة فهمت، 12 منظر، واحد بالتلفون واثنين جوا وبيت متدرجة فك شعره، ولا بد نسأل عن البلد وأحوال. يا ناس ما في بلد بتتغير إلا إن الناس ترجع لله تبارك وتعالى. ربنا قال فأذاقها الله، انتبه الشغل ده ما عند الله. انت قال الشغل ده بجيبوا الجماعة القاعدين في التلفزيون ده ولا شنو؟ يجي يعمل لك برنامج يقول لك معالجة قضية البلد، تعالج انت بكرافتتك وديك بشعار الفكاو ده، عشان تعرف ناس مستهبلة ساي، ناس مستهبلين دار يلعبوا ويدغدغوا في العواطف. شعبي مسكين منتظر بكرة العيش يرخص والبنزين وما تدري شنو، كويس بالجماعة القاعدين ستة انفار في التلفزيون ديل بلاش كلام فارغ. ربنا قال فأذاقها الله، الشغل ده عند الله. داير تصلح رقبتك صلي علاتك مع الله، الله بصلح لك الدنيا دي. قال فأذاقها الله لباس الجوع، شوف الوصف القرآني، ربنا سماه لباس، كأنك انت لابس الجوع ده من فوق لتحت، جوع كامل، جوع تلبسه زي لابرول من فوق لتحت. فأذاقها الله لباس الجوع أي خيم عليها الجوع. أسى الناس
الواحد جابه مليان قروش وجعان، والله تصرف القروش زي الورق، تصرف قروشك دي وجابك مليان، وتخش البيت يقول لك لا لا الطماطم نسيتها والقروش كملة، جبت ده وجبت ده وجبت ده، يقول لك الملاح ما سويناه، ما لكم يا ناس دينو، يقول لك الطماطم ما جبتها. الله قال فأذاقها الله لباس الجوع. يا ناس من جوع كيف؟ وحق الله ينتهك، حق الله ينتهك علنا، محاضرة علنية، يتكلم واحد يقول لهم المطر منزل الشيخ وبيع بيع كمان، أريته كان مجاني، يبيع بيع بالقروش ونحن نسكت، ها نحن نسكت، والله ده كل يعمنا كلنا شكد. ربنا قال لك فأذاقها الله لباس الجوع وما براه كمان والخوف، وده أخطر من الجوع، الخوف أكعب من الجوع، لأنه الليلة بتلقى من الناس المستضعفين من أهالي سوريا من المسلمين، الواحد منهم خلى بلده الشام، الشام دي فيها نصوص قرآن وسنة، نصوص في أفضلية الشام، يخلي الشام ويجي قاعد في السودان، باقي لك ده جابوا شنو؟ جابوا الخوف، ما نقص منك ما جعانين، لكن جابونا الخوف، لأن نعمة الأمن فوق نعمة الطعام، وأنت لو ما آمن لو أدوك طعام ما بتستفيد منه، تاكله بتين ذاته، بيتين بتاكله وتلم وين؟ وبعد ما تاكله بتنوم وين أنت ذاتك؟ ولا بتاكله تقعد على حيلك؟ تستغير كيف؟ ما في حياة بتستغير إلا بأمان، ولذلك سلبت كثير من الأمم نعمة الأمن بما صنعوا، بما صنعوا. نحن ما بنلوم كثير من أهالي سوريا المستضعفين وغيرهم من الدول المسلمة المستضعفة، ما بنلومهم، لكن نلوم من كان سببا في إشعال الفتنة، هم المسؤولون عن الدماء التي أريقت والأنفس الأنفس التي ذهبت والناس اللي شردوا والأطفال، هم المسؤولون. دعاة الفتن قرضاوي وغيره أمرقوا واخرجوا الشارع وموتوا، ولا بد من دماء ولا بد من أنفس من أجل تحرير سوريا. أها وين ضاعت سوريا؟ عموما ربنا سبحانه وتعالى جازى ناسا بعملهم، قال فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إذن ما الحل؟ وأنا ألخص كلامي إن شاء الله في نقاط في الحل. ما هو الحل؟ الحل أولا الرجوع إلى الله تعالى في باب التوحيد. ما في توحيد ما في أمان. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. ما هو السبب؟ بما أشركوا بالله، هذا السبب. ما في أمان إلا بالتوحيد. قال بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك سبب الخوف وسبب للضياع، فإذا أول ما نقوم به الدعوة إلى التوحيد الخالص، الدعوة المفصلة، ما هي الدعوة العامة ساي كلام فضفاض زي دعوة الحزبين، ما هي دعوة دي، بل التركيز على التوحيد والاهتمام به. عشان ما يجي داعي الليلة في بلد زي بلدنا السودان، بلد شرك ضارب على أطنابه من أول البلد إلى آخره، شرك ثقيل. يجي واحد يقول لك أنا عندي خطبتين في التوحيد، وخطيب بتاع جامع له 7 سنة، يقول لك عندي خطبتين في التوحيد مسجلات يا هندل، أوف أوف شو الشريط يا هودة، أوف أوف قديم، يقول لك يا هودة ما دي ما هي دعوة التوحيد. وأول ما أخذه العلماء على جماعة الإخوان المسلمين هذا ذات، راجع فتاوى الشيخ بن باز لما تكلم عن الإخوان المسلمين، أول ما أخذوا عليهم قال عدم دعوتهم للتوحيد والتركيز عليه، هذا كلام ابن باز. جاء من بعده كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله،
للشيخ العلامة ربيع، أول ما أخذ أخذوا على داعية من دعاة الحزبيين قال عدم تركيزه على دعوة التوحيد في الأول والأساس. ويجي الليلة جماعة يقول لك إحنا تلاميذ الشيخ ربيع والواحد ما فتح خشمه بالتوحيد يوم من الأيام ولا رد على أهل الشرك. راجع راجع كلام الشيخ، راجع الفتاوى الجلية للعلامة النجمي، قال أول المأخذ على دعوة الحزبيين أول المأخذ قال عدم الاهتمام بالتوحيد والتركيز عليه. المجلد الثاني كتاب الفتاوى الجلية للعلامة النجمي، هذه فتاوى العلماء المعاصرين. ويجي الليلة يقول لك نحن تبع العلماء وذيلك شباب بيسبوا العلماء. أرجع أرجع أشوف كلام العلماء شنو. شيخ ابن عثيمين المجلد 27 من الفتاوى، فتاوى الشيخ ابن عثيمين كويس، مجلد 27 سئل هذا السؤال، لماذا الدعاة في السعودية قال لا يركزوا على الدعوة إلى التوحيد؟ قال لو كنا، قال ما عندنا شرك في البلد دي، ما في الخرافات والشركيات، قال ما عندنا، قال ولو كان عندنا ناس يعبدوا القبور وفوا بأصحابها قال لبدأنا بالتوحيد وركزنا عليه. عشان ما يزال يستدل بكلام لابن عثيمين ولا لابن باز ولا لواحد من علمائنا المعاصرين. فأول الحل البداء بالتوحيد، ثانيا نشر السنة وتعليمها وحرب البدعة. قال عمر ابن عبد العزيز وهو الإمام المعترف به بالإجماع عند من أطاع الله ومن عصاه، معترف بعمر ابن عبد العزيز، قال ولولا أني كل يوم أحيي سنة وأميت بدعة ما أحببت البقاء بينكم فواق ناقة. يعني ما داير يحب يعيش في الدنيا إلا وإن كل يوم بيحيي سنة وبيميت بدعة، هكذا هو الإصلاح. الليلة الناس كلها بتتكلم عن إصلاح عمر بن عبد العزيز، إصلاحه كان كيف؟ إحياء سنن وإماتة البدع، حتى وصل مرحلة قال وإني أعالج أمرا لا يعين عليه إلا الله. تقال عمر بن عبد العزيز كان نايم نوم، إنما بإحياء السنة. فالنقطتين دي الأساس، الإصلاح والتغيير. إذا حصل الأول التوحيد والثاني، ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعد وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ده وعد من الله. أسيت لو وعدك واحد من الجلابة بتاعنا القروش جيل تقول يا زول ده، قال لي فلان ما في كلام تاني، ده وعد من الله سبحانه وتعالى. الله بدل النعمة، ها يبدل الخوف لأمن ويبدل كل النعم إلى الخير. هذا إذا حصل التوحيد. أنا أتوقف إلى هذا الحد. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.